لي ولمصر لدعوتي لمناقشة هذا الموضوع المهم الذي يشغلنا جميعا. فإن رواندا لها أيضا نصيب في نقص المياه، وإن الطعام هو أبرز حقوق الإنسان، ويجب أن يكون مصدر تركيز واهتمام منا جميعا. ونحن نعمل في البرنامج العالمي في رواندا، ولدينا وزير للنيل، وما تسأل عنه وهل نناقش هذا؟ نعم نناقش هذا طول الوقت، ونناقش كيف نخفض من الفقد، ونفكر كيف ننمو، كيف نحافظ على الغذاء، وكيف نستهلك. لذلك فإن كل هذه الأرقام تجعلنا نفتح أعيننا جيدا على موضوع نقص الغذاء ونقص المياه أيضا. وكما قلت، فإن ما هي رؤية رواندا؟ فسأقول أننا دولة قد قامت نهضت من 25 عاما، وكان وقتها نقص الغذاء مشكلة حادة جدا وكان أقوى أولوياتنا. ولكن عندما قمنا بعمل برنامج الغذاء على المستوى القومي، فقد قمنا بعمل تقارير على بصورة سنوية، ونقوم بالتحليل التي عملناها في 2017، فقد وصل الغذاء أو الأمن الغذائي إلى 81%. لذلك سأقوم بالحديث عن البرامج التي نقوم بتنفيذها في المجتمع ومدى نجاحها. كل هذا كل هذا يحدث مع القادة ومع القيادة السليمة، فكل شيء ينهض ويقع مع القيادة. فما هي اهتمامات القيادة؟ فالقائد الذي يهتم باحتياجات مواطنيه وتوفيرها وأن كريمة في دولته، وقد قامت قيادتنا بالتركيز على الشعب. كل برنامج يتم عمله يهتم باحتياجات الشخص ويهتم باحتياجات المواطنين. لذلك فإن 81% ليس كافي بالنسبة لنا، لأن الأمن الغذائي هو أهم أمن نستطيع أن نتحدث عنه. فإذا لم تكن مؤمن من ناحية غذائك، فأنت لا تشعر بالأمن. لدينا كثير من البرامج، لكن البرنامج الذي أريد أن أتحدث عنه هو إشراك المواطنين. إذا كان هناك واحد في المجتمع جائع، فإننا سنعرف جميعا، لأننا نقوم على المستوى المركزي، نقوم بعمل برنامج اسمه أوجودوكو، وهي الاشتراك بين المجتمع وأفراد المجتمع ومساعدة المجتمع في حالة المرض أو في حالة الجوع. وهذا المجتمع هو أول من يعرف قبل ما نعرف نحن، وأعتقد أنكم سمعتوا عنه في أوغندا. هو برنامج للدعم بين المواطنين في حالة وجود نقص في الغذاء في المجتمع. هؤلاء يذهبون إلى المزارع ليروا ويتأكدوا أن يتم الزراعة حيث تكون الزراعة مجهود تشاركي. لكن في بسبب المذابح ضد التوتسي، فقد فقد عدد كبير من الناس القدرة على الزراعة. لذلك مجتمع يتكالب معا او يتضافر جهوده معا للزرع، والجميع يعرف انهم يحتاجون المجتمع لكي يحيوا. اما عن دور النساء، فان 52% من المجتمع نساء، وهذه الارقام تقول اننا لا نستطيع ان نتجاهل نصف عدد السكان. كيف يمكن ان نمكنهم؟ لاننا لدينا كثيرا من النساء الذين يتولون اداره الاسره ويتكسبون الرزق للأسرة. من المهم أن يكون لديهم الإمكانية في الحصول على الموارد وبالأخص الأراضي. لذلك فإن الحصول على الأراضي يقولون أنها عمل الرجال، فإذا لم يكن لديك أرض فلن تستطيع أن تعمل أو تقوم بالزراعة. وكان الرجال هم من يمضون أو يوقعون على القروض بالنيابة عن النساء. ولأننا لدينا 61% من النواب سيدات في البرلمان، وكان
هناك عدد أكبر من المناصب بتشغيلها المرأة، لذلك فإن نصف التعداد السكان في رواندا مزارعين يكونون 70% من المجتمع، لذلك فإذا لم يكن هناك برامج غير مركزية لمساعدة هؤلاء الناس فلن نستطيع تحقيق هذا. الغالبية من النساء يقومون بالعمل في الأرض، وهناك 80% منهم يعملون في الزراعة. وهنا أنا أتحدث إلى الشباب، أنا سعيدة جدا أن هذا الموضوع قد أثير في المنتدى، وأريد أن أشكر الرئيس الذي يركز على الشباب، ونحن نقول هذا كل الوقت لأن أيضا الرئيس رواندا يدعم الشباب. وإحنا في وزارة الزراعة نقوم بإقناع الشباب أن يعودوا إلى الأرض، فهم يقوموا بالهجرة للذهاب إلى المدن والمناطق الحضرية ويقوموا بإهمال المناطق الزراعية، لذلك فقد وضعنا سياسة لكي نتأكد أنهم يعودون إلى الأرض مرة أخرى ونقوم بدعمهم وتحفيزهم. هناك آخرين يقومون بالهجرة أو الانتقال والحصول على قروض لمدة 6 أشهر، ولكننا نعطيهم القروض لمدة سنة، وعندما يصلون إلى المجتمع ويرون التحديات فقد فعلنا لهم برنامج يسمى الدعوة إلى الزراعة، وهو يقوم بدعم المزارعين في القرى وبالأخص الشباب الذين يعملون بالمصانع أو التصنيع الزراعي. وهناك قادة منتخبون وإدارة، وبعد سنة تستطيع أن تمضي قدما وتطلب دعما آخر. هناك 400,000 شخص يشتغلون في الصناعات الزراعية، وهم نوفر لهم المواصلات والوصول إلى الأسواق، لذلك فقد تم إدماجهم بصورة جيدة. ولدينا في بين المزارعين متوسط العمر 55 عام، وهم نقوم بتعليمهم كيف يصلون إلى الأمواج، كيف يسوقون زراعتهم، ولأننا نريد أن نحل مشكلة نقص الغذاء وبالأخص بمساعدة الشباب. شكرا. وأنا سعيدة أن الشباب يستمع إلي. إذا كنا نريد أن يكون هناك أمن غذائي وأيضا أمن مائي الذي تحدثنا عنه، طالما كنا نتحدث عن الأرقام والشباب يقول لنا كفى للحديث عن الأرقام، لابد أن يكون هناك شيء ملموس وعملي. كيف يمكن لي أن أشرك مثلا كل المتحدثين هنا ونتحدث عن البرامج حتى يعود الناس إلى الزراعة مع استخدام متزايد للتكنولوجيا وما يجدونه على الإنترنت؟ ونحن نقول أن الشباب موجود بكثرة في أفريقيا، لا نتحدث عن الأرقام ولكن عن الأعمال. وأخيرا وليس آخرا، لابد أن نتحدث عن التكنولوجيا. أنا كنت في غاية السعادة بالعرض الخاص من مركز سيدار، وهو يبين أننا نستطيع باستخدام جيد للتكنولوجيا أن نحسن أمور كثيرة خاصة بندرة المياه والأغذية. وإذا في بلادنا نطلق على أنفسنا أننا نستطيع أن نثبت كل شيء. إذا كنا نريد أن مثلا نحل أي مشكل باستخدام التكنولوجيا، يمكن أن نفتح لنا الباب. ومثلا بالنسبة مثلا للطائرات بدون طيار، نحن نستخدمها ليس في الحرب ولكن في الزراعة. وهناك أيضا خدمات مختلفة شفافة مثلا في مجال الطبية التي كانت بعيدة أو في مناطق نائية أو غير متوفرة في بعض المناطق النائية.
يمكن أن نتغلب على هذه المشاكل من خلال التكنولوجيا وأيضا الطائرات بدون طيار. ومع وضع الخرائط مثلا لمعرفة ما هي المحاصيل المناسبة لكل تربة حتى نتأكد أن التربة يتم استغلالها أفضل استغلال. كما أن لدينا خطة رئيسية لاستغلال الأراضي نظرا لحجم الأراضي لدينا وعدد السكان. يمكن أن يكون هناك خطة لإعادة التوطين ويمكن أن يتم تقسيم الأراضي لسكني وزراعي وأيضا لاستخدام الصناعة لاستخدام تربية المواشي حتى يكون هناك سلة للأغذية. وهذا جزء من خطة الغذائية مع التكثيف في المحاصيل. وما هي الأغذية الأساسية التي نحتاج إليها من أجل أمن الغذاء وهي بالأخص الذرة. وعندما نقوم بالتعاون يمكن أن نستفيد لأن مع محدودية في الأراضي لابد أن يكون هناك خطة محكمة أساسها سياسات ناجعة وذلك أيضا يعود للقيادات السياسية. هذا رائع ولكن إذا كنت تقومون بتشجيع الشباب بالعودة إلى الأرياف أو المناطق الريفية كيف تجعلون هذه المناطق جاذبة لهم؟ كيف تتأكدون أن العيش في المناطق الريفية؟ أنا نشأت في منطقة ريفية وأنا أعلم أن أنا كنت لا أستطيع الانتظار حتى أفارقها وأقوم بالذهاب إلى منطقة حضرية. كيف تجعل رواندا هذه المناطق جاذبة؟ إنها تتعلق بالسياسات السياسات التي لها فعالية. فقد تأكدنا من أننا سنقوم باللامركزية في القرارات ونقوم بجعل بتوفير المرافق في هذه المناطق وهناك الميزانية والأمور اللوجستية. فإذا كنت تريد أن تضع أموال أو تضع طعام في المدارس فنحن نريد أن يحدث هذا في المناطق المحيطة بهذه المدرسة. وإذا جاءت هذا الطعام من مناطق بعيدة فستزيد من التكلفة. لذلك فنحن نقوم بالشراء من المجتمعات القريبة من هذه المناطق التي نريد توفير الغذاء بها. وإذا كان النظام الذي تريده متوافر فأنت تريد الإنترنت تريد مواصلات تريد تعليم لن تجد شيئا ناقصا تريد أن تجده في المدينة. لذلك فنحن نوفر كل المرافق حول في هذه المجتمعات وقريبة منها. لقد صدمت عندما رأيت الغوريلا في الشمال. قال لي أحدهم إن 15% هناك أيضا في المناطق الريفية يقومون بزراعة مناطق حول مناطق حماية الغوريلا. لكني لم أجد هذه الأسوار. نعم أنت جيد. نعم ما تقول صحيح. في البداية كان لنا نظام التموين لأن هناك أموال تأتي من السياحة وأخذنا منها أموال لكي نقوم بدعم المشاريع في هذه المناطق. فهؤلاء يريدون أموال ليحيوا. فإذا وفرت لهم الأساسيات التي يحتاجونها فلن يحتاجوا بالذهاب بعيدا. فسيقوم بحراسة البيئة وبحراسة الغابات والعمل كحراس للغابات. دعونا نشكر وزيرة الشباب ونرى ما تفعل الدول الأخرى.
وما يفعله برنامج الغذاء العالمي. فهناك جهود إقليمية ودولية. هل نستطيع أن نستمع إلى الأفراد، هؤلاء الأفراد الذين يعتقدون أنهم يستطيعون تغيير العالم ويقومون بهذا التغيير؟ لذلك في الأعضاء الباقين هم الأعضاء المجانين الذين يستطيعون، الذين يعتقدون أنهم يستطيعون تغيير العالم. وأول مجنونة فيهم هي السيدة كلينسي هاريسون رئيسة البيتش ويست ساوند فود بانتري، وهي مستشارة تريد أن تغير طريقة التفكير فيما يتعلق بالأمن الغذائي. كما قال دكتور خالد، ويحاول أيضا أن تغير من سلوك المؤسسات. وليتها تشارك معنا كيف يستطيع الشخص أن يقوم بعمل هذه الحملات لتغيير الطريقة التي نفكر فيها للحصول على الغذاء. منذ 8 سنوات توقفت عن الحديث عن الأرقام، لأني أدركت أنني مساهم في تأمين الغذاء في بلدي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا امتياز لي. فلقد كنت أشتغل كعاملة صحية، وكعاملة صحية فقد كنت أعتقد أن أي شخص يستطيع أن يأخذ عربته ثم يذهب إلى المتجر ويشتري كل ما يستطيع، ما يريد من المنتجات مثل البيض والخضار، ولديهم ما الأموال التي يستطيعون أن يشتروا به. كنت أتحدث عن الطب الوقائي، وكنت أكلمهم أحدثهم عن الطعام، ولكني لم أسألهم أبدا إذا كانوا يستطيعون شراء الطعام. وعندما أصبحت رئيسة لفود بانتري كنت أعتقد أني سأرى أشخاص كثيرين في الولايات المتحدة يستخدمون المخدرات، يستغلون نظام الحماية الاجتماعية، لكني وجدت نفسي في موقف مختلف تماما، ورأيت قدام المحاربين. فنحن نرى نزور 200 أسرة كل أسبوع ونأخذ لهم الطعام فلا يدفعون ثمنه، ولكني كنت أرى قدام المحاربين، كنت أرى كبار السن نساء يعانين من العنف الزوجي، وكنت أتعجب لأني لم أكن أرى الصورة الحقيقية. كما أني كنت أيضا أرى كثير من الرؤى الغير واقعية في الولايات المتحدة، لذلك قررت أن أقوم بالتغيير ولأن صوتي له قيمة. أنا لا أستطيع أن أتفهم الغذاء لأني لم أعاني منه، فكني أسمع كل يوم قصص ومن أشخاص من الأماكن الذين يأتون منها، وأتواصل معهم ما أقوم بأخذ قصصهم معي إلى هذه الساحة حتى أقوم بحكيها للآخرين، حتى نستطيع أن نفهم ما يحدث ولا نقوم بعمل افتراضات. هؤلاء الناس من حقهم أن يكون لهم نفس الاختيارات التي لديكم. لقد أتينا من أماكن مختلفة. هذه هي قصتي، وأنا جئت لكي أقوم بمساعدة الآخرين في تغيير أفكارهم. إذن فإن عدم الحصول على الطعام يؤثر على الاستقرار، وأنت تقولون أن هناك أيضا أفكار متداخلة أخرى، لكني أريد أن أتحدث كيف يخاف الناس من طلب المساعدة بسبب العار الاجتماعي الذي يصاحب حالة عدم قدرتك على الحصول على الغذاء. هل لك أن تشاركين بهذا؟ نعم، في الولايات المتحدة لدينا ناس يعانون من الكوارث الطبيعية، ونرى أن هناك من يأتون إلى المكان الذي نعمل فيه ويقومون بطلب مساعدة مثل برنامج الغذاء أو قسائم الغذاء، ونحن نقوم بمساعدهم. ولكن بسبب التصورات الخاطئة التي لدي، فإن الناس في الولايات المتحدة
المتحدة يضرب لا يستطيعون أن يقوموا برفع أيديهم ليقولوا أنا جائع أنا لا أستطيع أن أجد مساعدة أنا أرسل ابني إلى المدرسة بدون إفطار وبدون طعام ونرى أن هناك من يقوم بشرب الصودا في الولايات المتحدة لأن السكر في هذه المشروبات يعطيهم إحساس بالامتلاء هناك من يستخدمون الدولارات أو موارد الضرائب ولكنهم لا يقومون بحل مشكلة الغذاء لذلك فمثلي من يقومون بعمل التقييم أسأل هل تريد أن تكون في مثل هذا الشخص هل تريد أن يكون والدك مدمن للمخدرات أو للخمور نعم في أفريقيا هناك من لا يوزنون طعامهم ويحاولون أن يملأوا بطونهم حتى يحسون بالشبع بأي شيء إذا ننتقل إلى جاسمين كرو لكن لك خطاب على تيدكس وتحدثت عن المهمشين وقلت أيضا شيء بخصوص التكنولوجيا وأنا أود أن أقدم السيدة جاسمين كرو هي مؤسسة مشاركة ومديرة تنفيذية لشركة جودر في الولايات المتحدة أي أنها جودر اسم جودر هو أفضل من جودي تحدثي لنا أنا أود أن أشكر الجميع على وجودي وأحييكم أنا من جورجيا في الولايات المتحدة في رحلتي في المكافحة الجوع بدأت في 2013 انتقلت إلى أتلانتا حيث كانت تدرس أختي وحاولت أن أتمشى أو أذهب في المدينة ووجدت ناس كثيرون يعانون فذهبت مرة أخرى إلى المنزل وكتبت على الفيسبوك أني قررت أني سأقوم بتقديم الطعام للفقراء هذا كان في 2013 وكنت أشتري كثير من الأطعمة وأقوم بطهيها في المنزل وكنت أقضي 40 ساعة في هذا أبدأ في اشتراء المواد في يوم السبت ثم أقوم بطهيه في الأيام التالية وأذهب إلى الفقراء في المدينة وحاولت أن أفعل ذلك مع حفظ كرامة الناس وكان لي أسلوبا خاصا ففي يوم من الأيام قال لي رجل أنه ينتظر منذ ساعات للحصول على المواد فأنا قلت له أننا أحاول أن أطهي ولكن فكرت ما هي متى مريت أنا بتجربة انتظار ساعات من أجل المواد أو من أجل الحصول على وجبة أنا قمت مثلا بطباعة قوائم الطعام حتى يشعرون كأنهم في مطعم ثم كانت هذه التجربة انتشرت على الفيسبوك وأنا حاولت أن أقوم بعمل أبحاث حول النفايات الغذاء ونجد أن مثلا في الولايات المتحدة هناك 40 مليون يعانون من الجوع منهم 11 مليون طفل وهناك 2% من الناتج المحلي الإجمالي هو ملايين الدولارات على نفايات فأنا شاطر رأي المتحدثين أن الغذاء هو حق إنساني وليست ضرورة أو هي ضرورة ومن ذلك لابد أن نتغلب على مشكلة نفايات الغذاء وأيضا عرفت أن الزميلة لها صديقة كانت أيضا تمر بتجربة سيئة تعيش في الولايات المتحدة وتسافر مع كثير من المغنيين والمغنيات وقررت أن تنتقل إلى أتلانتا وتتخلى عن حياتها القديمة وتكون لها حياة جديدة في أتلانتا ولكن وجدت الحياة هناك صعبة للغاية ثم لم نست
عن ما هي مهاراتها الأولية مع المغنيين والمكياج وما هو عدد المتابعين لها على الوسائل الاجتماعية، ولكنها حاولت أن تغير أسلوبها. وعندما ذهبت إليها وفتحت الثلاجة وجدت أنها ليس لديها أي أغذية، في حين أنها كانت حاملا في الطفل الثاني وأجهشت في البكاء لأنها غير قادرة على توفير الغذاء لأنها تفتقر إلى الأموال. وهنا وجدت أننا مهم أننا ننظر أن نمع على المدار وأن نتحاور مع الناس. هناك ناس كانت لها درجات علمية كبيرة، كانت لها مسارات وظيفية ناجحة، وفي النهاية انتهى بها الأمر لتجوع. فإذا مشكلة الجوع أصبحت مشكلة جادة جدا بالنسبة لي، وكانت هناك لي أصدقاء يشاطروني في محاولة إطعام الفقراء في الشوارع وهكذا. ومن شعور الغضب كانت هناك كثير من الفرص وهناك اقتباس. أحب كثيرا أن دائما ما النجاحات تبدأ بفكرة مجنونة، لماذا لا نستغل التكنولوجيا حتى نستطيع أن يكون هناك فرصة أكبر للحصول على الأطعمة وعدم رمي الطعام، وذلك في الولايات المتحدة من أجل مكافحة الجوع. نحن لم نستطيع القضاء على هذه المشكلة، ولكن هناك دائرة مغلقة، هناك ما زال بحث عن الأغذية ذات جودة. وأنا حاولت أن أركز على كيفية تحضير الطعام حتى يكون هناك في بروتين وأيضا حلوى وغيرها من المكونات الغذائية، لأننا لا نفكر في الناس. أن الناس التي تجوع عادة ما يكون لديها عدد من المشاكل مثل الملاجئ أو عدم وجود مسكن آمن. لابد أن يكون هناك مكان تستطيع أن تحصل فيه على الطعام، ولكن كيف نؤم صاحبة ثلاثة أطفال أن تصل إلى هذه الأماكن؟ كيف نتأكد أن فاتورة الكهرباء مغطية؟ أو إذا كان هناك مثلا منظومة للدفع السابق للحصول على الكهرباء في المنازل منازل، وأحيانا يكون هناك تأجيل مثلا الرواتب الخاصة بهم، فيجدوا أنفسهم في مكان من أو مسكن دون كهرباء لمدة طويلة، أو يحاولون أن يذهبون مثلا إلى الفنادق حتى يكون هناك مايكروويف يقومون فيه بتسخين الأغذية. ونحاول أن يكون هناك توفير من الأغذية قبل أن يتم رميها في القمامة. نحن في الولايات من المتحدة نحاول أن نتجاوز الخوف، حتى علينا نفكر في مثلا المؤتمرات التي نذهب إليها ومع عدد أو كميات الأغذية التي يتم التخلص منها. وجودر إذا فكرته قائمة على هذا الموضوع، هي تطبيق على الإلكتروني مثل أوبر. نحاول من خلاله أن يصل الناس التي تحتاج إلى المواد الغذائية ويتم توفيرها حتى منازل هؤلاء الناس. والهدف هو أن يتم انتشار أسلوب على المستوى الدولي حتى لا يكون هناك من يجوع. أنا مؤمنة بهذا، وأنا متفاعلة ومتحمسة لما يحدث في بلدان في فرنسا وإيطاليا التي منعت الشركات من رمي أو التخلص من الأطعمة دون أن يتم إعطائها لمن يحتاج إلى هذه الأغذية. ولكن هناك مزيد من الأعمال، ولا يجب أن يكون هناك أي تبذير أو أي في الأطعام أو And with the technology.
ومع هذه التكنولوجيا هل هناك فرصة أن تقومون بعمل شراكات مع الأفارقة؟ لأن هناك فواقد كبيرة في المدن الأفارقة مثل جوهانسبرغ. نعم، منذ عامين في جنوب أفريقيا رأيت هذا الكم المهول من الفقر. ثم هناك من قمت بالتطوع في كاداون ورأيت كثير من الأشخاص ليس لديهم طعام مع كل هذا الفقد، وأتمنى أن أنا أعتبر نفسي ما زلت شابة وأريد أن أتعامل مع الشباب لحل هذه المشكلة. هذه التكنولوجيا نستطيع أن نقوم بنسخها، والتركيز على الأسواق الأخرى وأن نقنع المانحون أن يقوموا بتوفير الطعام بدل من إلقائه. لا يوجد نقص في الأشخاص الذين يعانون من الجوع، لذلك فلا يجب أن نجد ندرة في الأشخاص الذين يريدون أن يسعدوا هؤلاء وتوفير التكنولوجيا لهم. هذا هو التحدي. العام القادم سنقوم بدعوتك هنا، وستقومين بنشر الشبكة الخاصة بك ومساعدة الأفرقاء في تحقيق ما قمت بتحقيقه. العام القادم نفس المعهد سنقوم بدعوتك. جاسمين برو. Unfortunately, we are out of time, which gives us نحن ليس لدينا كثير من الوقت، لكن سنقوم بالاستماع إلى الشركة المؤسس ومدير مشروع نوايا، وهي إعادة الاستدامة إلى المعادلة. أرجوكم حيوا لورا ثابت. أنا آخر متكلم، فأنا شريك مؤسس لنوايا، ونريد أن نستغل الفرص الموجودة في قطاع الطعام ونقوم بالشراكة مع شركاء آخرين في توفير الفرص المتاحة لعمل صناعات غذائية. نقوم لنا ولدينا كثير من الفرص لتوفير الطعام وتحقيق هذا الأمن الغذائي، ونحن في دولة لديها قليل من المناطق المزرعة بالنظر إلى المساحة الكلية. وكما قلنا اليوم، فإن لكي نقوم بزراعة المزيد من الطعام ونقوم بتقديم الطعام الصحي الذي المستدام، وأيضا هي أغذية ملائمة للثقافة، لذلك فنحن ننظر إلى الأمن الغذائي كهدف أكبر وكاقتراب متكامل. كما أني أريد أن أقول إن إحنا يجب أن نحافظ على التنوع، فإن الطعام الذي تأكله 75% منه من يأتي من المحاصيل، خمس أنواع من المحاصيل. وهناك دراسات تقول إذا كان هناك تنوع أكثر في زراعة الطعام، فهناك سيكون توسع أكثر في التنوع، وسيكون الطعام الذي يتناوله الناس، وسيكون هناك تنوع أكثر في القيمة الغذائية التي يتلقاها الأفراد. لذلك فيجب أن نكون حريصين، ونحن نتحدث عن الدعاية لمكونات الغذاء. العام الذي قمنا به على مستوى المجتمع هو أولوية بالنسبة للنساء، أما للوصول إلى الطعام فلدينا كثير من المهارات المتعلقة بتصنيع الطعام، ونقوم بتوفير الطعام للأشخاص مثل دوريتوس. لدينا في مصر خبز يسمى البتاو، حيث نقوم بعمله وتوفيره للأطفال، ونقوم بصنعه بطرق مختلفة حتى يستطيعون أن يستمتعوا به في بستة أطعمة مختلفة. إذن فأنتم تقومون بعمل بتحويل الطعام الجنك إلى طعام مغذي.
نحن نريد أن يكون نحن نريد الطعام الذي يهتم به الأطفال أن يكون مغذي مثل جدتي وهذه هذا ما يفعله النساء. نحن نقوم بتوفير هذه المشروعات لأصحاب المشروعات الصغيرة لكننا لا نستطيع أن ننظر إلى التغذية والصحة بصورة منفصلة عن الغذاء. فأنت لا تستطيع أن تكون على درجة كبيرة من التغذية وفي حالة وجود مشاكل مناخية أو كوارث طبيعية، لذلك فإن الطعام له علاقة بالطبيعة. أنظمتنا الغذائية المتعلقة بالإنتاج الزراعي المحلي لا يمكن فصلها. فالجوع وبكل الصور وكل العلاقات وكل الأمراض التي لها علاقة بسوء التغذية والسكر يحتاج أن ننظر بصورة أكثر تكاملا للأنظمة الغذائية وأن نقوم بعمل توعية على المستوى القومي وعلى مستوى المجتمعات، لأننا في النهاية نحن من نمرض بسبب هذه الأنظمة البيئية التي نقوم بتدميرها. و أما عن الشراكة في أفريقيا فنجد أن في شمال أفريقيا تتأثر كثيرا بالمناخ خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، فنحن نحاول أن يكون هناك ابتكار وليس فقط من خلال حصول على معلومات مختلفة حتى يحافظ الفلاح على ربحيته، ولكن أن يكون الزراعة مرة أخرى شيء يجذب الشباب. وأيضا هذه أمور صعبة، علينا أن نفكر أي كيف يحصل الفلاح على معلوماته ويقوم بتغيير ممارساته. عادة ما يتعلم من ذرائهم من الأسواق ومن خلال الحديث مع الآخرين، ولكن عندما يكون هناك ابتكارات جديدة نريد أن نقدمها خاصة في أماكن لابد أن تكون في أماكن يذهب إليها الفلاح، لابد أن يكون هناك تدريب مثلا من خلال الفيديو أو من خلال اللقاءات الافتراضية، وأن يكون هناك تجارب يمكن أن يطرحها على غيره، وأن يكون هناك منصة يمكن أن تتم ترجمتها إلى لغات محلية وهي 77 لغة. وربما يكون هناك ابتكار في البرازيل تم في البرازيل هو مهم بالنسبة للمزارعين هنا في مصر، فهنا في مصر فيكون هناك تبادل للمعرفة. وأيضا بالنسبة للمرأة الريفية عادة ما تكون أمية، ولكن هناك أيضا هناك عدد من المترجمين الذين لا يتقاضون أي أجر، هم الشباب وهم عادة أصحاب الأفكار الجديدة التي تتم تقديمها. نحن نوفر لهم أجهزة تكنولوجية مع أجهزة صوت يمكن من خلالها أن يتم عرض أفلام وأن يقوموا بعمل دور ليس فقط في قطاع الزراعة والأغذية، ولكن أيضا في قطاع تقديم الخدمات، وأيضا يكون لهم أثر من خلال التدريب. في هذه الأوقات التي يكون فيها كثير من التغيرات المناخية لابد من الأفكار الجديدة للأعمال، خاصة في الاستثمار في زيادة معرفة الزراعية وزيادة مهارات أصحاب الحيازات الصغيرة، ولكن كذلك في المرأة والشباب حيث أنهم هم المحاور الأعمدة الأساسية. وأود أن أعلق على الأعمال في رواندا وفكرة الخارطة لتوزيع المحاصيل والسياسات بالنسبة للزراعة، ولكنك أيضا قمت بحضور ورشة مع الشباب حول الزراعة ليس فقط مع العجائز مثلي. ما سمعتي من هؤلاء المتحدثين وما يتم بالفعل في الزراعة، هل أنت واثقة أن لدينا الإمكانيات كشباب إفريقي حتى يكون هناك مثل هذه المنظومة التي تتحدثين عنهم؟ هذا ما رأيته على مدار العدد من السنوات خاصة مع السبل التكنولوجية الجديدة للتواصل، وربما كان الشباب أكثر ترابطا وخصوصا من خلال موضوع الزراعة، وهم يرون ربما أن هناك أساليب أو أساليب جديدة، وربما
ربما تكون التكنولوجيا هي العامل الذي يجذب الشباب إلى هذا القطاع. لنحيي السيدة لاورا ثابت صاحبة مشروع نوايا، ونتمنى أن نسمع منها أستاذ العام القادم كيف أنه تقدم في مشروعاتهم. الآن عندما نستمع إلى We say thanks to Dr. Khalid Abu Zaid. He's going to help to share those insights, Dr. Khalid, with lots more people so that we base our decisions on analysis and facts. In absentia, we have to thank from the Food and Agriculture Organization of the United Nations, Dr. Kyu, and we also have to thank the Executive Director of the World Food Programme, two critical partners in this program, and also in fighting for food security on the African continent. David Beasley, a round of applause for the panels and a round of applause to yourself. And if I may just say, there's an artist called Tracy Chapman who sings a song called Why. لماذا يموت كل هؤلاء الأطفال رغم وجود وتوافر الغذاء والطعام؟ تحدثت جاسمين عن الفاقد في الأغذية، وأيضا كلانسي تحدث عن القيمة الغذائية. ولكن مؤخرا دعونا أن نتحدث في النهاية عن البلد التي سوف تلتزم بالتقدم، وهي السيدة الوزيرة الشباب في رواندا. وكما أود أن نحيي السيد رئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على هذا المنتدى الذي يتكرر كل سنة كمنصة. نشكركم شكرا جزيلا. وخلال الغذاء أرجو أن تتذكروا ما قلناه بخصوص الفاقد، وإن لم تتوجهوا إلى جاسمين فأنا سأكون حزينا. شكرا جزيلا لكم.